السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثانوي. احنا كنا رفعنا الحلقة اللي فاتت امبارح واتكلمنا عن الجرامر فيها، وقلنا امبارح ازاي نتعامل مع قواعد الجرامر بكل اشكالها، ازاي You are نقدر now unmuted. نتعامل مع الجرامر. امبارح حلينا على جرامر يونت 1 و 2 و 3 وشرحناه. تعالى دلوقتي نشوف الكلمات بتاعت يونت 1 و 2 و 3 ونحاول ان احنا نتذكرهم ونحل عليهم. طبعا انت عارف عندك كلمتين مهمة. اول كلمة عندك كلمة encourage, style, encouragement, in charge of, pioneer، كلها كلمات مهمة في كلمات يونت 1 و 2 و 3. اوكي، ده كده الكلمات بتاعتنا. تعال بقى نراجعهم على هيئة حلول. تعال نشوف ازاي نحل صح على الكلمات ديت. بص حبيبي، الملزمة دي فيها اهم الكلمات، يعني انت بتذاكر الكلمات على قدر الامكان. طب انا دلوقتي في الامتحانات بيحل على ايه؟ هو عندك بالظبط بيجي لك 30 سؤال، 15 منهم كلمات و15 منهم جرامر. فالجرامر معروف، قاعدة زي قاعدة معروفة، اما الكلمات معتمدة على حفظك. في كلمات اساسية في كل حاجة، ده اللي احنا خدناه امبارح لو انت فاكر معانا، ده الكلمة الجرامر اللي احنا شرحناه امبارح. قواعد الماضي كلها، قلنا الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام، قلنا المضارع التام والمضارع التام مستمر، وكمان عملنا الفيوتشر. كل ده كانت شرح في الحلقة اللي فاتت. طبعا ارجع الفيديوهات القديمة وشوفها معاك، هتلاقيها موجودة. اوكي، الجزء التاني النهاردة هو الكلمات، واحنا قلنا الكلمات عشان تقدر تحل عليها محتاج رقم واحد حفظ. طب لو انا ما قدرتش احفظ يبقى محتاج ايه؟ محتاج انك تركز شوية. اركز في ايه؟ بص معايا، لكل وحدة في كلمات اساسية، حاول تقرأ الريدنج بتاع الوحدة عشان تقدر تتوصل لأهم الكلمات اللي عندك. تعال نشوف مع بعض أول حاجة. يلا الكل ماسك قلمه عشان نحل مع بعض. أول حاجة يا شباب يلا مع بعضين، هو بيقول لحضرتك Not many people have read my cousin's book because she could find a. أيوة، ما عرفوش يقروا الكتاب عشان ما لقوش إيه. أيوة هو بقى، برافو، لو ركزت هتلاقي ما لقوش إيه. ها أيوة، برافو على الناس، ما لقوش publisher. publisher يعني إيه؟ يعني ناشر. هم ما لقوش publisher يعني ناشر. اوكي، يبقى هم دلوقتي ما لقوش ايه، ما لقوش ناشر، علشان كده ما نشروش الكتاب، محدش قرا. طيب اللي بعده، يبقى حل نمبر 1 بالنسبه لك هي كلمه publisher. طب نمبر 2، he enrolled. يلا عبد العزيز حل معايا. You are currently the only person in this يلا، conference. he enrolled on some courses. he enrolled on some courses to improve his work skills. ها انا عايز كلمه work skills، يعني كده دي مهارات. يبقى مهارات ايه؟ السكرتاريه تتقال ايه؟ سكرت؟ لا، سكرتري؟ لا برضو، يبقى secretarial اللي هو اعمال السكرتاريه. اوكي، نمبر 3، we are proud of محمد صلاح. احنا فخورين بمحمد صلاح ليه؟ for achievement. achievement يعني ايه؟ يعني انجاز. فما اقولش for caring، ما ينفعش. scoring لا، make achievement لا، هو do an achievement. يبقى الحل بتاع حضرتك كلمة doing. اوكي كده يا جماعة، احنا قلنا بالحل بكل بساطة، يبقى احنا بنتكلم على محمد صلاح، بنعمل هو عمل انجازات. do an achievement يعني ينجز شيء او يحقق انجاز، مش make. اوكي، لندن has an or a of كذا، بتكلم على ايه؟ على معدل. فتبقى كلمة معدل يعني ايه؟ شوف كده الحل، برافو، فعلا الناس قالت صح. الحل كلمة معدل او متوسط اللي هي average. برافو يا شباب، برافو برافو برافو، ناس فايقة اهي معانا. number 5، I sometimes get، بحصل على ايه او بيحصل لي ايه؟ between the meaning of weather and weather. الله الله الله، weather and weather يعني في. ايوه برافو، get
confused. يعني confused يعني يشعر بالحيرة أو الارتباك. يبقى get confused يعني يحتار. Tab number 6. Some of the questions he asked me were very. أيوة بوصف بقى الأسئلة. يتقال حلها إيه؟ confused برضو؟ لا، الحل فعلا يبقى confusing. confusing يعني إيه؟ يعني محيرة أو مربكة. شوف ركز معايا، كلمات مهمة: publisher, secretarial, doing, achievement, average, confused, confusing. دي أهم كلمات unit 1. بالفعل unit 1 بتلعب على الكلمات ديت. طب ايه اللي بعده؟ number 7. number 7 Kamal didn't want to tidy his room before he went out, but his mother. أيوة هو ما كانش عايز يرتبهم، بس مامته ايه؟ أصرت. يعني أصر؟ برافو، فعلا كلمة insisted. insisted يعني أصرت. اللي بعده، I sent my friend email with a photo. بعت له ايميل مرفق معه صورة. يبقى attachment يعني مرفق أو ملحق. اللي بعده يا شباب، يلا كده اللي بعده بيقولك ايه؟ number 8. خلاص number 9، يلا كده معايا كده عبد العزيز انت وسيد، نركز كده مع بعض. number 9 يا ترى حلها ايه؟ يلا قول لي ايه ولا بي. اختار A B C D. number 9 بتقول حامد is and can't walk، مش عارف يمشي. اكتب في الشات يلا كده، يبقى هو ايه؟ ها، deaf ولا blind ولا ابل ولا disabled؟ ايوه برافو، ايه الحل فعلا هنا؟ يبقى ايه ده، عرفتوها؟ شطار يا اولاد. فعلا ايه الحل؟ هي كلمه disabled. يعني ايه disabled؟ يعني معاق. طب اللي بعده number 10. my father does the same everything. بابا بيعمل كل حاجة هي كل شوية. اوكي my father does the same thing every day. he likes to have ايه؟ ايوة برافو، a routine. routine يعني ايه؟ يعني الحياة اللي هو الروتين التقليدي، الحياة التقليدية بتاعته كل يوم. طب number 11. Early black and white photos show people in clothes. أفلام أبيض وأسود فيها ناس كانت لابسة ستايلش؟ طبعا لا، تبقى إيه؟ أيوة old fashion. برافو، يبقى إحنا كده بنتكلم يا ولاد على كلمات. أعتقد إن الكلمات دي هي أهم كلمات في الوحدة بالفعل. يبقى الحل هنا كلمة old fashioned، والحل هنا كان كلمة routine. اعمل سكرين شوت يلا، ومعاك كلمة disabled، وهنا كمان كلمة attachment. number 12. I don't really have. انا ما عنديش كذا during the holidays. ما عنديش ايه؟ entertainment؟ لا طبعا، ما عنديش ايه في الهوليدايز؟ ما عنديش روتين ثابت. روتين اوكي. طب اللي بعده، my friend won a prize in competition. مسابقة للشعر. يعني كلمة شعر؟ أيوة هي برافو، كلمة شعر يعني poetry. اللي بعده، I sent an email with two. الحل إيه لسه حلينها؟ برافو برافو، كلمة attachments يعني مرفقات. number 15، آخر جملة في unit 1. there was a lot of. في كتير من ال في المستشفيات. as more patients arrived. يبقى في ربكة. يعني ربكة confusion، يعني ربكة أو حيرة
الحل هنا هو كلمة confusion. اوكي يا شباب، ده كده الجزء بتاع يونت 1، لحظات ونشوف يونت 2. ونشوف مع بعض دلوقتي يا ولاد أسئلة على يونت 2. The teacher told us about the of revising before exams. The of revising before exams. ده أسئلة على يونت 2. بتكلم على إيه؟ بتكلم على أهمية الشيء يا بيه. يبقى الحل بتاعك The teacher told us about the. أيوة برافو، سامع الناس بتقول ايه؟ الحل بتاعك هيكون كلمة importance. importance يعني ايه؟ يعني أهمية. ده الحل بتاعنا الصح اهو، كلمة importance معناها أهمية. ادي الحل بتاعنا قدامنا. اوكي، طب اللي بعده، اللي بعده بتقول لك ايه؟ that Rhesus went on a tour of Egypt visiting all the ancient sites. بيزوروا الايه؟ المواقع القديمة. يبقى بيروحوا في رحلة ايه؟ زراعية؟ بيئية؟ لا طبعا، رحلة ثقافية، cultural، ثقافي. اوكي برافو برافو برافو، هم دول الناس يا خلقي اهو، الحل بتاعك اهو. طب اللي بعده، my English teacher my decision to become a teacher. مدرس انجليزي بتاعنا ايه؟ قراري ان ابقى مدرس. يبقى دعم القرار، مفيش supported. طب هزم القرار، ايه هزم القرار دي؟ عايز اقول اثر، اثر يعني المفروض افكت. طب ما في عندك افكت، اوكي بس ده الجمله بتاعتك، مدرس واحد فمفروض تبقى افكتس او افكتد، ما فيش ولا دي ولا دي. ما انت عندك دي influenced يعني اثر، اثر في اتخاذ القرار. طب ايه اللي بعده؟ Mona's uncle is an expert on science and often at university. حد بيدي في الجامعة، يبقى بيدي ايه؟ محاضرات. محاضرات يعني ايه؟ lecture. طب ما هي برضو معناها يحاضر، lectures تعطي محاضرات. طب ايه اللي بعده؟ Shakespeare plays have been very many writers have used his stories. حاجاته كانت مؤثرة. يعني يؤثر؟ influence. طب مؤثر؟ influential. يبقى الحل بتاعك letter A. The football team are playing with a lot of. بيلعبوا بكثير من ايه؟ من الثقة. في يعني ايه ثقة؟ confident. confident يعني واثق، وثيق بالفوز. اذا بتكلم عليك لوحدك انت وثيق بالفوز لوحدك، لكن تشعر بالثقة يبقى confidence. برافو برافو برافو، هم دول الرجالة ياهو. number 123 don't lose those forms. اوعى تضيع الاشكال دي منك. they are very. ايوه وصفها تبقى الاست. اه دي هنا معنى استمارات. يبقى الحل بتاعك they are very important. ايوه كده برافو، important. don't lose those forms، لا تضع هذه الاستمارات، انهم هامين جدا. طيب ايه اللي بعده؟ What is there in the meaning between where and where؟ يبقى ايه الاختلاف؟ What is the different؟ different يعني مختلف. يبقى what is the ايه؟ ايوه the difference يعني الاختلاف. You need a lot of. انت محتاج كثير من ايه؟ to be a good at chess. عشان تبقى كويس في الشطرنج محتاج ايه؟ قوة؟ سرعة؟ لا ما نحتاج ايه؟ غباء؟ ايوه ذكاء. يبقى intelligence يعني الذكاء. intelligent يعني ذكي. اوكي؟ كده يا ولاد حلينا جزء على grammar، على كلمات sorry، كده حلينا جزء على كلمات unit 2 كمان. اوكي؟ نكمل مع بعض أسئلة سهلة. يلا ناخد كمان الاتنين دول مع بعضينا. لحد رقم 130 كده، يلا مع بعض، أديك فرصة لوحدك. هنعد 10، اكتب إجابتك في ورقة واسمع الإجابة. 10 9 8 7
4 ايه ده؟ لا احنا كده كروتنا خلاص. 7 6 5 4 3 2 1 ورجعنا لكم شباب، ونشوف مع بعضينا الجملة بتقول لك ايه. حل وعلم لنفسك يا بيه. Who was your favorite of children's books؟ كاتب قصص، مؤلف قصص، مفيش غير author. الحل الاول هو كلمة author. ثواني نعلم لك الإجابة عشان ما تلخبطش. ادي الحل الاول عندك author. طب اللي بعده My sister would like to study science at Cairo University. علم السياسة، يبقى يتقال ايه؟ politician، policy، political. لا، politics. Politics science يعني علم السياسة. My brother works for the Egyptian Ministry of ايوه education، صح، وزارة التعليم. This great writer has a lot of over my thinking. له تأثير كبير، يبقى influence. Is much more difficult than physics, said Einstein. قال إن السياسة أصعب من الفيزياء. أيوة، أدي politics. ده كده جزء من كلمات unit 2. يبقى احنا حلينا حتى الآن على يونت 1 ويونت 2. لحظات وركز معايا ونكمل مع بعض يونت 3 بقى، نشوف كده حلولها ايه. يلا معايا. الحل الأول بيقول لك ايه؟ أول جملة بتقول The computer in the library doesn't work so they are going to it. هيعملوا فيه ايه؟ الكمبيوتر مش شغال، هيتعمل فيه ايه؟ هيتعمل فيه تصليح ولا استبدال؟ مفيش غير كلمة استبدال، يبقى replace it. اوكي، طيب الحاجة التانية number 237 there are always been a lot of between Egypt and Europe. في دايما ايه؟ التجارة، يبقى trade. برافو. طب اللي بعده Our kitchen is more modern. It's equipped with the latest. أيوة، عدة المطبخ اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ برافو. Gadgets يعني أدوات المطبخ، أدوات الصغيرة دي. Before you can cook these beans, you have to them for 3 hours. قبل ما تطبخ ده، انقعوا، يعني انقع. أيوة، soak them. أيوة، مش soak up، soak them for، يعني انقعهم. I don't think of I don't think that books, newspapers and magazines will disappear. يبقى اتكلم على الحاجات دي ايه؟ التقليدية اللي هي traditional. I took a great photo of the pyramids and I am it on a website. بيرفعها على الويب سايت، يبقى ايه؟ ايوه، يبقى upload. بيرفعها على الويب سايت، يبقى upload. لكن لو بيحملها يبقى download. The television isn't on. Can you press the دوس على الزرار. برافو، button. ما شاء الله، شايف ناس حلها كتير صح اهو، شطار يا ولاد. علي is really about his university course. أيوة، متحمس. برافو، enthusiastic. وكلمة enthusiast الشخص الحماسي، و enthusiasm الحماس. I'm not about your latest idea. It seems boring. يبقى لو كان في on كنا حطينا keen، بس مفيش on، يبقى enthusiastic. هي كلمة معناها متحمس. The more you a wet sponge the more water you will get. يبقى the more you. أيوة، ها، حل إيه؟ برافو، كلمة press. كل ما تقع السفنجة أكتر تطلع مية أكتر. يلا اللي بعده My mother has a special for cutting. يبقى استخدام آلة المطبخ اسمها gadget.
كده يا أولاد حلينا على كلمات يونت 1 يونت 2 يونت 3، والحلقة اللي فاتت شرحنا جرامر يونت 1 يونت 2 يونت 3. ارجع للحلقات بص عليها وتابعنا، كل أسبوع هيطلع لك منها المنصة بتاعتنا وهيطلع لك على قناتنا على اليوتيوب 3 وحدات مع بعض. يعني إن شاء الله في خلال أسبوعين 3 ممكن تلاقي نفسك خلصت أكتر من نص المنهج. أشوفكم على خير، وما تنسوش تدعموا القناة. سلام عليكم.